خزيانا حبيب كل حب وإقارة بتفقن أموخ وبغذا حلقة خثنا من خرزوخ وشاوعايا قونا من أثري وهالبد بعدي خرزة كاويلا قونا مشخلف وكاويلا ملوء شكل شكل كخاوش آذي خرزة كبيرة من ملوء انهاوي مردو ثناية ينتشعي ثناية ينيرتو ثناية وكل آني بخازوتني للششتد عشتا خزيانا نميقرة أرخند إديو بتهاوى تريقونا غذا خمسة وخا عليمة خبراتا وخبرونا التيمة وهوياثا مشخلفة إيبن أمرخ خمسة كبلخا خك مشولة لو خشولة كبيرة أن نقايل وخا يلتا إيبن أمرخ ذا خمسة طالبة لا بكلية هندسة كبلخا إيبن أمرخ بالخانح واذد معجنات وعلي مديا إيبن أمرخ كبالخ بحقل درشمة بشو أما ند إذخل أرخن حبي لو أني دميذ إي جيني طلوخو بش كبير بقوزونة كورونا وإيتوتا قوبيثا عدانا وهو تمطورانوثا تكل موهوياثا وبالخانة بريشة هر هادخ إديو يوما بتهاويلا اتفقتا مدغذا خمسة من مذيت القش دبلخلا بقو كشيروثا بقو بيثا كل إن عدانا دفتلي لو انت ريرخ دفتلي واللي باتدهاويلا خشمم شمها قو بالخانة دي لإخلان بريشة وبريشائيث دي لآني معجنات إبن أمرخلي لو كادت حليوثا بشو أمن إذخ بش كبيرة الأرخثن إديو دي لأويانا جون تدميذ أجيانا حتم فرجاند آذي حلقتا بش كبيرة بشو أمن بتم فرجانا نحبي ودغد ميري طلوخن دها بدئذخ أويانا جون من قريوة وما يذ جيانا حتم فرجانة حلقة إديو بشينا أويانا قهوة بش كبيرة أويانا إديو وغبغزايا هلبت آذي تفقت بريلا من غزيلا صفحة ديخ الفيسبوك وأكيد بإيلا أوضخ تفقت أمخ وما حكيتا لنشولة لو لث بالخانة لو لث موهوثة ديخ ديكم طورتا دها بنت ريرخ إيبن أمرخ بزونة كورونا قم كل من دي ما إذا تجيانا اختم فرجانا إديو مني لأويانا أويانا جون عمري 19 سنة مرحلة أولى هندسة معماري طبعا جانب الدراسة بقالي أدي موهبة كطبخ من دوان بصف رابع أو خامس ابتدائي مشريلي بهذا معجنات إن يمي إن أمتي كودية معجنات فكم عاجب لي دورة إن المطبخ أنا بش كبيرة بيش كأذن واتقياني خزين ومندي كم جربان واتقياني قا قالك نابقوا بس مع هذا ما يخالف بداية واوا يعني لا جهزت وإي من نابقوا مندي لحل لا هرك مخلن والدة بيثا هنشي طمع بعدين إذن إيكل خلل قلم بقلة عدولة ما إبن قص كم حولا ونقل تتة وطلث وقباري وبيدي وكبيرة نجح لأثمن دي بشارت كوذنوة إخالة بيثا عدا حلويات هم بشولكم بشلن كبيرة نشواتي أو ببابي كمري وطالي نفاسخ بالسيمة بإخالة فأثمن دي كمشاجحني إنه يوم التا يوم الأذن ما قدر يا عمر بشوري لخب بشول سادس ابتدائي خشنكم ما نبوش الله بشالقة رزوة بس تجربة؟ إيه ثيل من أول تجربة ثيل
عدوليا، وبعدين مشروا لي قصة بيادة من ديان، وماما دائما كمرالي إيمان دورة المطبخ شدها وإتخ نكهة خاصة ديقة ومطبخ محاول أودت من ديان بقيانخ، فأتمن ديكم دريان ببالي ديك أوران المطبخ كم بشلم بشالكم حولاً الدريان نكهة خاصة ديقة إخالة تنابق من دي مميز. أين خاصة ديكم نفع. يعني إخالة كاخب واضح كل حلب كل حلب خقصة جرعة حب قاعدة خقصة تاخب صيخ واضح منابق إخالة بسيم وخاخب تخمول كاعب يعني في خالة دي أو دخلوا مخلخل تناشد بيثة كبخ يعني دائما أنكم تخملخ يعني أنا غذام ناش كنت كوذن إخالة كون بتخمول دي تويل ميس ما بمري بسيمين لولا أو لا ولو دائما كمري لا يعني كوية كاوي خالة إذا لي طمد بيثة دي أخ كبيرة فأحول لي أن دكاو إتن عزيمة حالة لكو ذا ندغدي كو ذا ندغ بيثة لأنه دغدي كيدخ لا كناش كبير كهوية لا كناش كبير طمد ملخ حتى يوم بقتة كبرتة فهمت من دي كبير خاصة شولة أكيد هالبيت أكيد يمخ كمال بالخ بشور أكيد برات بيثة دائما يعني أترفض ضد أخنواثة خيوات يعني لك بتخيرخ خاثدك ما أخنواثة وخثواثة خثواثة لتي خاثد ثلاثة أخنواثة وان تري بشراب مني وخاب الزورة مني له يعني بش كبيرة وان أم دبنونة يعني حتى دوان زرت محل وان براتة وان غذات قياني قو محل فروا وان أم دبنونة مطعولوا مع هذا يعني واللي بخت مطبخ يعني اسوالي وقت خاص زي لا كبير قاتك نبقن وبراية بيثة فوذي استغلال دس وقت انه مطورة موهبة دي خقصة طبخ واخن واثي كبير قاتة ماما موظفة له فلكو يا دائما موجود ببيثة فمطلوبي يلبن أثمن ديهر تخاطر أخنواتي ناشد بيثي ويانا أكيد يعني دائما يما كنصحى بناثا كتيمة ريسرشنة أو أرباسرشنة دمرا لازم يلبت بشول يعني لازم أورة المطبخ ويلبت كل من دي لأن مستقبل دبراتا قوارلو لازم إذا دي قيمة قنبيثة حقا مئيالة حقا أي مسؤولية لا مثلا غذاء زالة صبرا قورة لا إذا تشو من دي فآذي خمندي إبن أمرخ بشيطة أو بسيطة كل براتا لازم إذال بس بحقلة حلويات دمرخ لو أني كمعجنات أو كادت حلوية إن شكل حلوي دي تبوا ذي آخر ما كم شاوق لخ آية تدؤذة يصيبوثة أو اهتمام قوي دغدغت خيري من زروتي إثوالي اهتمام فكوذن وتبيثة كوذن وتقعدات النشواثة بس لو أنا متخملتة أنا دائما كمرن وطمامك عاجب لي تاو إتي محل حلويات أو معجنات بس طبعا لو أنا فكرتة بس عمر فبصر ما دبر لكورونا أثبت رديق بعياشة حقصة ولا بشواق عيشة حقصة بعوقانة شعرخ بعوقانة بجعزونة لأن أبسط فراغ كبيرة ما قدم حول خدمة لخلة مثلا بداية كورونا بسخلة دخ تحدي قراءة قريري كثاوة قريري تري خلصت كثاوة سيل بايزقلات نبقخو بايزقلات بس هارك شعرخ انه هو الوقديا بضياعة تجو من دي بس بعياشة روتين فم قريري كم طرحنا فكرة بداية تبابي يمي ميري هر انا توتا بيثة اي بيد اوذن حلويات هر تناشد ماثي بداية ميري طالي اخاف مأثر المحاضرات دي اخ لان هلدها انا ومش قالة محاضرات اونلاين بس يتخمن دي أنا كيبي أنا منسقا وقت دي كل من دي إيه بالطبيان دوذن كم درزن خاصة ندرازة كنيخا خاصة قيمة أوذن معجنات فكمياوي لي ضغط كمرخ يعني دعم معنوي كمياوي لي خالة خلقة بش كبيرة بلي موفق للاس من دي بس بشرط أنه لم أثر الدراسة دي كم شرينا جو صفحة الفيسبوك طبعا لم متوقع لي تاويسن او قد دعم او قد ناشد مشجعي لي بصر ما دؤذي صفحة فيسبوك مشروع لي قبل طلبيات بثايا بصخ لي بث مندي كبدا صراحة انا ليل هدف دي بث مندي كفقط مادي مادة او معيشة لا اكيد هواية بإيلي دمطورا وخمندي خلنا بإيلي اخني كمجتمع ديا كالقش او كاي ما ثخرته خازخ انه براتا ام بلخة كبيرة كمحكي اي بالبراتا البلخة بس اثمن دي ليل ايبا بالعكس شدم اخني فترة دي بعياشة تاخ متوقعين باي وقت لازم تكلخ لقيانا فإلي قصة وبلكي دبار خقصة حافز كيد بناثة بالأخص أني دلتي دراسة لأسباب لظروف
احتمال. فإيبي من مندي خلقي مندي يعني دمالي فراغ ديي ناس الوقت أني شعري غير شعور من يوم بتخلي أثمندي الصفحة شعري هذا مسؤولية إنه يثمندي شولة بطري خاي خقصم ليلي إذيلي إنه أتي هدف خنا وخاي عدا دراسة. فبلكي هما دعوة لتبنا فخنا إنه تتبلخي لنخبخ ليت مندي إما نخبخ مندي دقيبة بس ما زاد يخبي هذا مندي مفيد لنخبخ منه. أكيد هلبت ميرخة مندي أن نقاية مهمة الكبيرة ميرخة أخني مجتمع ديا يعني كنت شديا دائما كيمر بختة لا آدخ لا آدخ بس دي يوم أخمطي الخمر حلا يعني إبن أمرخ الثقة يعني ثقة بالنفس كود غذاء التثقة بالنفس مثلا ادك ممتلكة اثمن دي ايبا بلخة يعني ايبا بلخة بدون ما دريا حواجز لان ليثن يعني انخاز غذاها بختبر كل قورة لبلاخة انهاو قو شولة قو مجتمع قو وظيفة وديو غزيلن قو بيثة يعني آية يعني استخمل توائمخ من زولوثخ مشوريلخ قو رزة سموقة وبصرتي خنفق لخ بخمندي حلوية وأكيد أي خطوة جريئة لا تد أذتخ صفحة بتختخ مشروع يعني ويعني دمرخ إبن أمرخ حلوية وجنداية أو طاوة وشبر آية بقيانخ أذت إدارة إثمندي يعني وتنفكرت دائما كمرخ كاويثن دراسة مسبقة أو دراسة جدوى قمدك مشارق قومندي قمدك مشارق بخ مشروع أو بخشولة حتى إنها بسيط يعني دائما كمرخ أضخ دراسة ما قدم دارخ رأس مال ما قدم هوية أرباح ديا ما قدم يعني مزبنخ ميلة موادك ما بالخخلة يعني أي دائما درسخ لمنها ومشروع زورة صح إث مشروع زورة لو جو بيثل بس أومندي دكم جاذب لي أنا مثلاً ودكم شاوق لي أذن اتصال أمخ أذن لقاء أو خدفقت أمخ بأذت بزمن كورونا يعني بنت ريرخ مليلخ وقديخ يعني ليش وقلخ وقت فراغ يعني أشلق بأنه آية ذأو يانا خرتت فميلة رسالة ديخ أو أجرت ديخ أو كم أمرت بخمندي مختصر بأن كل غذاء التموهبة شد ما بالخالة لا دري تشو حواجز أكيد ناوي الدعم من بيثة من نشواثة من خرياثة من خوران فآية يعني أول منديكم أوذت الصفحة أوذي الصفحة يعني شر... ما حكي لي التخطيط ديخ التفكير ديخ من البداية من النقطة الأولى ولدم طيلخ آخر بداية متخملي بنت اللي لقياني قمد أمر أنت بابي ويمي ميري أن أثي طلبية أن لنبقى دغدي كبن بس مع هذا محتاجيني خايند أضخ مجازفة يعني دمشوري لي أثمن لي مجازفة ومني غلط لا بريلا أول قاثة بريا نقل التتي فلازم نجربوخ كم ميري تباثة طبعا كم تخرنا كم بتخخ له هيدي كم دعمي لي ان دعم معنوي ان دعم مادي دغدو تخيرخ التنخطة كدها فقط ونبياذا من ديانا بش قالة هر من رأس مال دي البثاية بدرايح بس كمان اثمن دي دمطورن قصة قصة بش كبيرة واتي فكرة خرطة مستقبلا ان ناجح اثمندي وان شاء الله انت ان بسخ خمحة الزورة لا بس انا بالخنقاوح يتب القش كبير بناثة خرياثي التواهس المعجنات التواهس حلويات فايبا ندبقخ كلا لغضة وضخ خمندي يعني حلوية يعني تخمرت بان تهاويلو كلوخ مشاركوتو امي دغضة طبعا تخملت بار خمندي شارخ اول خطوة وضخلا وان شاء الله نجحة اكيد يعني بخيل دالها يعني موجب مدين بغزايا مدام دي وتآية بكلية هندسة وهندسة معماري ما شاء الله يعني اللخ وإن شاء الله يوم دم خرجت خاص خلخم خرجتها فأكيد مطارد قو شولة ديخ يعني مدام دي التصميم وترتيب وأناقة وتوقي بدبراتة خمندي فضيعي يعني خمندي لك بالمناقشة ووقت الحالي لم أعتمد بس الشهادة يعني كبير وبغزايا ولي مخرجي شهادة شهادة هاد التقييم ديح بس اللي ببلاخ بشهادة دي ليت فرص عمل كبيرة ان بألقش ليت
فمحول خد خلقك أخني فرصة عمل تقيان أكيد يعني هم تخملتخ أن انقيثلة بأن يعني لم أعتم دخل دراسة صح دراسة مهمة لا بس كمندي تعليمي يعني كمثبتانا بأن أخني متعلميني وخ جو إث مجال أو جو إث اختصاص بس يعني واليثة لإلن أو واجبي لإلن ليث برناش خليقة ولت آلها ليل خليقة خمندي أو ضموا هوثة بداخل ديع فواليثة أو واجبي للكل خا عليما إنها وبرونا أو إنها وبراتا إن إت من دي مطاويرة من دي ديح مشاجع جيانح مطاوير لأن وضع يعني ظروف دي خفياتة قوي يعني ما شاء الله يعني براتا بث عمره زورة وتمتخملتها بأن الظروف دي خفياتة قوي لا بس مجرد يعني تعليم وشهادة وبأن أنا بشهادي لا يعني كم الطموح ديخ أو الهدف ديخ أو الموهبة ديخ بإلخ بتخطخ مشروع زورة وبخيل دالها مطاور إث مشروع ما حكي لنا الصفحة فيسبوك وتوثق صفحة الصفحات ديخ بس الفيسبوك يتوثق أو إتخ مواقع خن لأن إدي يوم خازخ السوشيال ميديا ما شاء الله يعني مشوري لي فصح صفحة الفيسبوك وإنستغرام عنوان صفحة دي أويانا سويس كما ذنى بشمي كما نخثن من ديان دي إيبيد أوذني كما نخثن مثلا حجم أمد سعر أثمن دي كم ساعة تكمن أفر بالضبط ماله فكل يومكم حولند أذن تدخل تريم أشكال دمنديان مثلا إن معجنات إن حلويات كما نخثن الصفحة وإنستغرام نفس المندي وأثمدي وخشن وبشواقة بس بشت الناجح شولي زين أويانا صفحات مثلا إنهاو الإنستغرام أو الفيسبوك يعني لقبيلة متابعة لقبيلة شولة لقبيلة خائد أو يعني تهاو بس متفرغ تأن صفحات كبيلة هماي لأنه من مهم دي خاصة وهذا المعجنات كم حالا تودي فكرة ترقرشان صورته معجنان دي اي فشغلا فكرة كذا فكرة يعني مقياني كصيبني حلويات دي اي قرشني صور كمان اخذني صح كبيرة وقت متابعة لأنه يعني بأي وقت لازم احتمال أسلالك رسالة متابعين اي بلا ايس متابعين فهمس مندي اتي وقت ديح شوقا تاوتي وقت ديح زين ان دائرة دراسة يعني بهاي بقدم نسقط بيني دراسة والشولة وآية بث يعني بث عدانة او بث وقت دي كسبتخ مجموعة معينة من الزباين او من المتابعين وبتخلخ صفحات المواقع التواصل الاجتماعي يعني فان اثلي لخ طلبية بوقت هوية بدراسة او هوية مشغولة بهاي بخلو فترة معينة مثلا دمتي امتحانات او الدراسه معتذرت بان انا بكليا من شوله لفتره زمنيه محدده حاليا لتي او التزام كبيره بدراسه دي فيوميا عليك مستقبلا طلبيات بس ايمن دمشريا كدراسه مكثفه دمعماري بتوقتي يوماثه محدده بشبثه مستقبلا طلبيات بيماث الامتحانات معتذرا انه لك مستقبلا طلبيات ايمن توقتي عطله نفس مني بدي اقرا النشاط دي بدي اقرا باذن من ديان خاصه غريبه بس لقطة يعني هل تدريث حبالغ أوكي زين أويانا أفكار ميكك شغلتي كما بقت من يوتيوب من انترنت مثلا دائما خازخ يعني إيثن كبير صفحات خاصة مثلا معجنات وكبير دكان فكما بقت مني يعني كأفكار لو كم بقرت طبعا وخ مستعمل الانترنت بشي جزء مخاين هم شد لم استعمل خلبسكو طريقة سلبية شد مستفيد منه مستعمله بطريقة ايجابية كشغلا وصفات من يوتيوب او ايثن صفحات الطباخات ان بانستغرام ان فيسبوك كم حولا شغلا وصفات مني متابعني باني وماثدين كل يوم مبيازة مندي بريلخ يعني خمندي كيف بكم شاوق لي هم أنا ديت أنا مجربون أذن مندي تم الخلص واد الطلبية دي إيه كم أثيالي فكرة ماري تم جربنا كل مندي تجربة لو محاول لي جرب لي أنكاسات فكرة دي إيه واوا تولي كم وضعنا طبقة ونجح له أنكاسات التيخ قدر يعني بسكيت أي طريقة كذا نقولن قشطة كيري كريم شانتي كريم كراميل قدر يعني فاكهة إثناش كرغبيلة فاكهة واحتمال لا احتمال إلا بضيفن هم مكسرات الشولي وجلي
ونوتيلا. نوتيلا مرغوبي لأن هم الطعم خاص دي على غد كمري بالسمتيلا، وكم زينني أنا بجوز الهند، احتمال مزينني بكراميل نقلة خرطة حسب يعني أفكار أفكاري إيثن أفكار، فكم حولا كنا قم طبقا نغضغ ذا فكرة يعني. بس ما جيانخ يعني اللي انت خملياثة لو لن افكار ديخ دي وتهم آية معون جيانخ بقوي وتخيرخ من دي كبيرة ان انقاية بأنه انترنت بش لجزء من خاين يعني اخني بش لن مدمنين يعني لا انترنت لا بش ليبان بلخخ، بس تخيرخ من دي كبيرة مهمين بأنه لم استعم لخلطة كل من دي يعني بس هاو قضاء وقت أو إثن من ديان مثلا إنهاوي سلبية لا يعني، واللي بخ آية أو إثن دي مستغلت جو هدف ديخ أو جو طموح ديخ أو جو موهبة ديخ ديخ طورتها، فأكيد أي خمندي كبيرة مهمة له والنابق من غذاء شاب بخواته خلبت وتهوية بغذاء كلية دت يعني دي لعليثة دي لكلية هندسة، بس كيف كلية هندسة عسقيلة كبيرة يعني موجب مدك شمخ مثلا عسقيلة كبيرة انهاوت دراسة وانهاوت التزام بقاوح أو بحوثي لو تقاريري لو إن من ديان، فآية دخ خزية تأثم من ومن بيادة توافق بين ستراوثني إيمان خزين ولم أثر كبيرة اللي مخفن من أواذد معجنات وحلويات مركزا بش كبيرة دراسة دي لين بس وقت دراسة دي بخاصة احتمال دغدها دغدي لي كبير مخرج بيتا ولا تاو إيبيت بلخن قو شهادة دي بس حولا مطورا كل من دي مذبارة ومذبارة بلي لا ان شاء الله دمرغ بس ما جيانخ اكيد لتن عدانا دمحك خل كل ان من ديان دي وات وثتي بس بمرخ بس ما جيانخ استخمل تديخ ودمرخ بخير دالها توفيق طالخ الشولة لو تأث مشروع وتهوية موفقة انها وقو دراسة ديخ قو بتصوقو جامعة وانها وقو اث مشروع ديك بالخط ديخ خزيتة زباين ديخ كبداية يعني اول زبون دثيل جيبخ يعني ديخي العدد الزباين ديخ ديخي ليناش طالخ او طلبية كبداية ممتازة لا والحمد لله ولي يعني كبيرا شجاعي تميلي خلان دكوذن المعجنات وحلويات تراوثني ولي بطلابة طلبا مني رأي دييي فكمري كبيرة بالسيميلة وتدري ثبالغ بأنه باث يوم يوماثا خناشة بطالب يعني خا زبون بطالب خطلبية وبمرت لكيذن يعني إيثا أدخ مندي دائما إن منديان لازم دارخ لي ببالغ بلي بس نفس الوقت بخيرخ إيثن طريقة دي البخلة فمحولا قماية دي البني غدبرة تطلب له مني وصفة نباتية فميلي طالح ميخالف مجربا وأنجح له بإيدي بأمر النخ فمجربا كل مندي أود ناجح بإيدي علنا أود لناجح محولا هم خيل دالها ما بأمر التنتني ثخريث شكرا قناة عشتار الاهتمام دي دي لبشواقة تد دي لمشجوعا لثمن دي تد طارخ جيانا ودي لبراسح أثمن دي تد مشجعي خنة عند اتي كل خائط موهبة دي خاصة ان شباب ان شابات اتي مواهب داخل دي فد مشجعي مبقيلة ان مواهب دي لنخبي اي خاقرت ان انقيثلة تكل عليمة انهاوي بنون وانهاوي بناثة ودت موهوثة بنت ريرخ او طلطة يرخ كورونا خشوان كلك مكتشفين لمواهب دي بخيل دالها بمرخ تقامة ومشروع ديخ هاو بريخة وتوية موفقة انهاو معجنات بقواذ معجنات وانهاو قو دراسة ديخ كلية هندسة يوم تخازخ لخم خرجتها من كلية ديخ وهوية متفوقة هم جو من ديان أكيد لتركت شكرا بقو ما شقلد علي موثا كاويثن كبيرة من علي مدين اتي موهوياثا بقوياثا دي سنيقك هاوي تبشطد إذا طلي وعيني تدرخشي بأرخة عدلتا تم طورانوث موهوثا دي هادخ اديو أخني أثيريتد عشتار بغضار الآني موهوياثا وميذو أي تخزيانا حبيو هل باتك طلبخ
تأويانا تشقلة غالبوثة بخايح بكل بران انهاو قو دراسة ديح بأرخدي البانوثة ديح وانهاو بآذي مشروع دكم بدخال إديو هل بتلنا شيان تخرن أويانا غذاء من داني متفوقين واوا دمبقلة الأولى دمدرشت دقلقش شات دفتلة ومبقلة بدرغة دطلاثة بنيث التلكيب دمرخا وبريخة تأويانا وبخيل دالها تقامة بش كبيرة. لاخب حقلد أمينوثا كبيلة سيبرانوثا وخيلة وتخملتا وبش كبيرة بآذي شولة دي لأقرتا دبرناشوثا هلبت دمرخ هرهادخ وآنا أموخن بد إيذخ كبيرة لد أرخن إديو أرخن حبيوة دي لفرانس دميذيلا بش كبيرة لو دمرخ بآذي تفقتا أمح دي لخ أمانة وخ رشامة دميذيلا الشولح وبالخانح ورشمح لو الموهوثة ديح بش كبيرة بشوما هل بتت فقتن دها لو ارخن اديوب هذه حلقه مطيلن جيب دي فرانس هيثم باتوزا دمرخ بشينا فرانس بشينا جنوخو فرانس ميذق يا نقطة فرجاند اثيريتد عشتار منيل فرانس هيثم اول شي سلام لوخو انا شمي فرانس هيثم باتوزا مواليد 2004 صف خامس اعدادي تطبيقي ورسام من القش بشينا بقاو بشينا بقاو تفقتن اديو اموخ هلبت الاثمة وهوثيلة درشمة غزيلا يعني كبيرة وتويذة يصيبوثة يعني اهتمام قو رشمة قو رسم وترسيمة كبير من يعني ايبن امرخ لوحات لو لوحة أنن قايلة يعني مهمة لدقو ذتوى خامن هرتا اللي أو خطسليت الضوء اللي فمحكي لنا البدايات ديوخ يعني شريثوخ من ديكا واوا ميوي واو من دي قماية دم شريلوخ بقاوع برسام أول شي شريث أنا من دوان زورة عجباوي لي زون ودفاتر ويرسيم حاضر يعني بس تلوين كبيوالي فمن دوان زورة دائما زونن ومني كل راس رسيم بس كبيوالي تلوين بعدين هدي دي درويلي ديري خوات ايخا عادي بوراقه وقلامه واكيد غزال ببيته انه انا من يومه بصر يومه برسامه لين بتراك حت موهبه اكيد اني اتفض الرابع اللي انه كمزوني لي امان رسم يعني اقلام خاصه رسم الوان ستاند لوحات واني اكيد اتفض الرابع انه شو خلد مطولنا اثموهبه دي هل بت فرانس تخيرغ بان ما انت
من بيثة واوك مياويلوخ خيلة بش كبيرة يعني من بيثوثة ديوخ من عائلة ديوخ يعني دائما تشجيع كاو من بابا أو يمة أو أخنواثة وهل بتك مفريلوخ يعني دغد تخير وغدها كل من دي كل أجواء الرسم دمرخ درشمة انهاو من استاندات أو ألواح مثلا درسم أو راق درسم أو أقلام الأدوات يعني دكمة بالخطة أو المنديان دكمة بالخطة قورشمة إيبن أمرخكم وذيلو خمرسم صغير قو بيثة يعني إيه أكيد دكتك ممنا فضل دي يعني رابو واو إنه أني جزء كبير واو رابا دك منطيل الأثمر حالدي ونقاوح أكيد كم وفري لكل منديان كبنة واللواء مبطري لخشون أنه مطورنوا على قياني فتشجيع كبير وقوي واو طالي لازي لدورات أو تدريبات شقيلة مثلا قورسة؟ لا نزيلة بس أكيد بدايات يوتيوب ده حاليا يوتيوب مجال رابل لا خاصة أنت رسم إلا أي موهبة خرتها ونأتقاني بقاني يعني فهمك من ما حكيته بأنه الانترنت أو اليوتيوب مثلا كما بالخطة موهبة دي يختدوا طورانوس الموهبة دي مش كبيرة؟ أكيد أي بدايتي بعدين دغزيلي أنه بعد هذا يلب لي أساسيات وليه بيانا معتمد لقياني وحمد لله مطيل لث مستويين مطيل لح إيثن مثلاً جاجا ثوتم شرية قرسم ولا أثيخك مع سقواثة أو مطية المرحلة وتميرة لبش لي بيدم كملن أصلاً أنا عاجب لي إنه خازنا رح سقواثة كاوتي تحدي إنه لازم كملن أثوحة فلك شوقنا يعني كبت تحدي كبيرة. أكيد أكيد يعني آذيك مزد من طموح ديوخ أو ضماطة النيشة ديوخ أو الهدف ديوخ مش كبيرة طبعاً لازم بأي مجال لازم تعيش الصعوبات قامخ اللو إذا تأشتياز ذكى يبخ مطية يعني من دي بس كبرت. آيت يعني بعمره زورت وتخمل بأنه أوذ التحدي يعني دم وجه الصعوبات ومدن صعوبات أوذ التحدي دي طبعا لازم نزول وثوي يعني ظرفكم شاوق لك مثلا دم تخملت استخملت ظروف دي بعياشة بصورة عامة قوي انهاوة كورونا انهاوة مثلا ظروف دبلد دي فياتة قوي أو دوت وآيت بخايا قو بغدا توثي لكم شوني لك آخر أكيد من ديانكم تخملن قوي وهذا يعني صانع اللوحات يعني كوي مختلطة كل من دي انت آثار او منظر طبيعي او اي من دي بورتري يعني ايبن امرخ اثمن دي يعني كمشاجع بش كبيرة وكم قوي البرناشة بش كبيرة يعني لن ظروف او لن صعوبات او لن عسقوات ذي بغزيي دمرت كم قوي ناشة بش كبيرة يعني ميرخ تراث آثار وبغزاي آخا أسد بابل ايه أي كم رسمنا خام تراث عراقي يعني آثار العراق يعني مهمة لي واندري ببالي لازم رسمنا آثار العراق كبيرة يعني أثمن ديالهم تراث البلد دياني أكيد أي إيمان كم رسم التدمرخ وتكثي وتاريخ إلا 2018 هاي كم رسمنا بألوان مائية عدولة ما يتحدي وأوطالي إنه تمثالي وخاصة تمثالي بخص الصعوبة من دمرخ لازم أبقى من ديان دي بالتفصيل الحمد لله اللي بدرس منه يعني إيبن أمرخ استخملت الثيلة قيبوخ بصر مادة تويرة مثلا آثار دي إيه أكيد خاصة دخاز نارخ آثار كهدمي يعني إثمن دي قهرا كبيرة وعيك رسمنا رخ تأخذ ذكرة بسيط طلي فرانس قومهم شريلوغ برسامة يعني بش كبير يعني شريثوغ قومي واوا مثلا برساس واوا بجاف واوا مائي زيتي مي واوا لا أنا بداية برصاص واوا وما هرسمك من دي قماية يعني عدا كل راس دي اوذت والتلوين مها شري والبرسامة اول شي قوم مدرسة اثوالا معرض فطلب لي مالي اهمت كبد راسم هذا من ديان يعني عادي شر مثلا فديري مو بقلي بيوتيوب بقلي رسمة ثريدي كم عجبه والي هم انا مفيتنا خاصة فيديو مكلن واو رسمنا واخوتي واو اخوات هذا مدينة ثريدي بس ليلة قبل نوصل نوخني لده ولا معرض معرض المدرسة ويوا وإتخ شو تبياثة يعني إتخ مشاركات معارض خلنا عدا مدرسة إيه شتقة والليل يعني والليلي خم معرض مشترك لا بس أنا وخطط قلب خلنا جو إتوك وإن شاء الله خك معرض خلنا بودن خم معرض جو القش كنت كاويلوخ مثلا مشاركة كنت كيثل لغ دعوة تدم شركة جو معرض أنيك طلبي منه ما بتاو موضوع أو ما بتاوي لو حاد كبيلة لو آيت مندي دكاوت محضرح أو مندي دكم فكرة تبقاي حكي خكمة طلبي مثلا بأمري خاصة السوم من ديان دي عراق خاصة وأنا هركاوت يعني ويخكمة كمليمات كبت آيت إيبوخ مثلا
اي كنا بلاني زين كنت مشاركه جو معرض مشاركه ديوخ او شو تبتدي يقو بثقلاح كم رخله معرض ما قدك يا والو خيله يعني كنت خازت ان لوحات ديوخ وايتر شي ما يجو ايذو خرسي ما يجو ايذو تاوع عريض وتاويث الناش بفياته وبغزيي او بواذ اختيار ديت زونيله او تشقليله داريله دعرضيله بدكان فاثمن دي ما قدك يا والو خيله اكيد اثمن دي يا ولي خيره خيله كبيره رابا وخاصة للناش انه يعني هذا معاني لك قوة ما حكيتها انه كم اثمن دي حلوية اللي تركت فاثمن دي بشكم شاجع عليكيت يعني بش كبيرة اي دعم معنويك مع انه بش كبيرة اكيد اكيد دعم معنوي زين كدعم مادي مثلا اثمن دي دائما ليه بقوا رأس مال قوية مثلا اني خكمة من دياني لي كشاقل لي ناشا زين اثمن دي ايبن امرغ باب رزقي ايبغ يعني دم زبنت مني لو بس تعرف كاوي إيه بدم زبنن ولا ولدها لين فكرة إنه دم زبنن يعني حاليا بس هواية لجيبي الشيء بشتى موهبة إن شاء الله مستقبلا بخيل ده لها وبغزاي هم وترسيمة آخر كبيرة أكيد كم شاقلي صباح يعني أني صور شخصيات يعني أم كلثوم هتلر إيه أني شخصيات يعني التاريخية اللي ابن أمرخ فدائما دخلك ممنخ رسمني كذكرى بيش جيبي أنا من ديان شخصيات معروفة اللي فلازم رسمني زين ايما بالصعبة يعني ايما بالسانة يطالق رسمة شخصيات او حضارة ذي نايوثة ديان دمرق او اخ منظر طبيعي عادي مثلا لا موضوع بشك عاجب له بش كبيرة انك عاجبي لي كل انواع بس الصعب او ناشي البورتري يعني دايما ايب تفاصيل بش كبيرة وانا قلت لك بابسط من دي يعني بعد بزالة لوحة زين خيارة خيارة جو صورتها ايه كاوتي صورة وكنا قلنا اتخ وقت معين ترسامة مثلا اتخ ذا عدانة برشتة تجيانوخ كاوت ايت مرتاح تديت وترسمت لو باي وقت كثيالوخ فكرة وكيت وترسمت لا او وهسيل ودائما دك شغل فكرة ايما دي كاوتي وهس باي وقت تاو همتو يا السر بلي لازم رسمن كيت وترسمت ايه اكيد بس كثية تخملتا دائما فن يعني مشخل بين انواعي شكل شكليل كنت كاويث مثلا لازم تارخ موضوع سيناريو ما بتاو موضوع ديا تخ تمثيل دمرخ نفس المندي بس آذي قورشمة يعني لوحة إيمة رسمتها لازم دارتها خ سيناريو يعني خ مقدمة ما بتاو موضوع دي خبتويا فكرة خاطر إيمة مشاركة معرض مثلا تشرحت الفكرة دي المندي دي ترسيمه فإثمن دي سهلي الجيبوخ كشاق الوقت منه مثلا أثمن دي ليه سهلة ولا صعبة أول شي قبل تخمنت لعدلتها أنه نابق عمل فني تاو حلوية ومرتبة الناش بائل وأنه ونجرب أخذت لقاء يعني لأن لك نقل الصورة نفسها تخذكويا أكيد ضيف من ديان مقيبي تدياوة عمل مميز أنه أنا رسيمح ميل او من دي دي كبارش لوحات ديوخ يعني اتوخ توقيع مثلا توقيع ديوخ اي خاصة توقيعي اي وتويدح اخر توقيع ديوخ اي يعني ايث من دي كبارش لوحات فرانس ميل شموخ الفني هذا فرانس فرانس باتوزا فرانس باتوزا اتوخ صفحة خاصة المواقع التواصل الاجتماعي لا لتي هاد صفحتي لك منخ تنقاوح وان شاء الله مستقبلا متعودتي صفحة يعني وتمتخم لأو دي اتوخ صفحة ما بدار تشمها فرانس باتوزا فرانس باتوزا اوكي فرانس ما احكي لنا الان لو حدي ترسيمي تامة يعني ما احكي لنا هذه لوحة هذه قميثة هي التي خلوتها اي لوحة ماري يوسف مريم عضرة وإيشو كم خازنة بطريقة غريبة انا دائما يعني لك رسم من دي كبيرة من دي واقعية دائما كبن تغيير بس لوحة غريبة وكم عجبالي فبقلي درس منه من تخبل تديو يعني ايه خيال دمرخ ايه خيال صعب بس حاليا لا خيال مستقبلا ان شاء الله خيال لا ترسيمه خيال خدت لوحات انت خيال تعي منظر طبيعي ليلي اي خيال ديو خيال ديو ايه وتخبرك ايفل تاما ايه اي لوحه دخلك منك عجب لي تغيير دخلك كملي لوحه تجريديه لا تجريدي انه لم بنت انه واقعيه للوحه بس دياوة جمال بن ألوان ديبة جمالية بس كلون جادل يعني هذا خمندي
زين فرانس ميلي انا من ديانتك ما بالخطه جو رشمه ديوخ او جو رسم ديوخ وبغزاي اياخه بس هل بت المحكتن ايت اللي بش بشيقه يعني بش تفصيلي تد اي ذخله وهم مغزخله يعني اكيد انا مستعمل الالوان زيتيه الوان زيتيه خاصه اللوحه مريم ماريوسف مريم عطراء بالوان زيتيه لا اخر تدقيشه هذه بدي اخلطها هم بالوان زيتيه لا مستعمل ندخلك من نخ انواع كبير اي الوان مائيه اي اسد بابل دك مخزن لك بالون مائيه لا ايه واني من ديانت انا ايه اي سكين رسمي لا اي رسم قاع هذا لوحات اي الوان برج ايفل كي تكنيك معين تنوق لوحه هذا يبقى تكنيك اللون تاخذي بغزايا واني اقلام رصاص الدرجات اقلام رصاص ايثن اتش بي وبي درجات البي من بي 2 الى بي 9 اي كاوي داكن يعني إيثن من H2 إلى H9 أنا كاوي فاتح إيه أنا درجات مستخدمة تباثت أو تأيملك مستعملين زين وكنت كمري فحم مثلا أي رسم بالفحم أي ولا أخنا فحم أني إيه أي هرت فحم وأي دائما ميتر سيما قوي إيه ميتر سيما قوي وان سيما تخلوحة آخر سمت فحم لا لين مثيح وان سيما ذي شخصية أول شيء تجربة طالي وكما بقلنا عدولة حديثة وهذا يعني بشليلي طموح ان ادرس من اكثر فحم ايه كبت دماطت بطموح ديوخ او بهدف ديوخ او نيشة ديوخ كنت ماطن انه رسوماتي دماطل الكل ناش وعجبيله وانه دائما مستقبلا تاوتي معارض كبير وتم تخم لهذا اكيد بس ايد بث عمره زورة يعني التخشة وتبياثة التخ مشاركات يعني انه من خلال المدرسة او مؤسسات مثلا يعني اذي اوت مثلا جيبت كبير بانه ايد رساميت زين ميتم تخم له من تخلصت مدرسة كمستقبل مثلا زالق فنون جميلة لا لن تخم لزالي فنون جميلة لان يعني اثمن دي كمي ألبنا أنا يعني إن شاء الله ولد ماتن مستوى الكلية بتاع مستوى دي بشعلو يا وان فكرة زاليق ذا كلية تأوت علاقة قو رسم إخوات هندسة تصميم أكيد هذا مليان المهم تاني متعلقة بالرسم أكيد يعني تاو مندي قريوة يعني هل بت ميروخة مندي كبيرة طاول بأنه هذه موهبة لهروة لأمه فأكيد أرخد يلبانا يعني التعليم هو يوم شخلبته لأن هذه موهبة هروة لأمه ولا برواية هيدي وتطور قاوح فإن هاو يلبانا مثلا كجامعة أو بيت صوبة مستقبل ديو هل بت هو يغذى أرخى خرطة بشخلبته الآذي فرانس محكي لن الإن يرخد حجر المنزلي يعني دائما غزيلا كبيرة من عليم ديا أو من قون ديا لو يالد عم ديا إثوالي موهوياته بداخل ديا بس لوي مبقي أو لوي مكتشفي بس بنت را يرخي أو انطلطة يرخد كورونا دام رغزونة كورونا مكتشف له كبير من ديان بداخل ديا فأيت إثوالي أخذ موهبة يعني من زولو ثقي لأمه بن يرخم ديخكم طورته او قمت اثيا واثبت رعدولا يعني لوان برسامة كبيرة وان مشغول يعني قو مدرسة امتحانات هارخ مديان بثيلا اثبت را يعني لبشتي شو مني غيرتي وبيثة لا دراسة اثوالي تشولا غير برسامة خلال انطلثة البيرخة عدولا يعني مطورة موهبتي خشوان ضعف المادواون يعني لتي شو مني غير تقاونتي وبرسامة يعني يغزي لخم طوران وثبقيان وبش كبيرة اكيد طور اللي ايجابيا نارخ ان البيرخة زين إيثن كبير رسامين إنهاو على مستوى العالمي أو على مستوى البلد مثلا تخوري ثلاثة وقوميتم أثرب قوي أو ميلي أني بالنسبة له يعني ولا عيش لو فنان عالمي حتى إنهاوي عالميين يعني ما قدل آية أثرب وآدخ فنانين إذ بيكازو كبير مؤثر الليح عجبيلي لوحة ديح مواضع ديح كلش حساسة كاوي فأول خابي كاسو مين بالنسبة له؟ قدوة طالي ايه وثاني خا عدوى لك من شقن كل مشاهير دي لزيل إيثن أخ بعراق كبير موهوبين إيثن خاشم محمد هتلر جو نجفيل أو عدوى لهم أو كبير عاجب الرسم دي دائما كنت تبعنا
كنت بعت المواقع التواصل يعني. ايه اكيد التخ تواصل امي حق شغل دقاقة ملاحظات منه لو بس متابعة كل. لا بس متابعة. ايثن ليوناردو دافنشي اكيد ترسيم لوحة موناليزا هما لوحة كبيرة واقعية وجذابة لعدولة، فهما يعني معتبرين قدوة طالي. وتم تخم لخيمة بيوماثة بأن آيت هاويلو خشم مغداني قايلة اكيد يعني. اكيد ليلة راح اختها يعني هماني مشوريلة بخمندي بشيطة ويوة بسيط ويوة وكم خازخلة يعني يمكن خذ لوحة او خرش مادية بكو خمعرض او بخبذ قلاح كم موسق لكم اوذ لي على مستوى العالمي اكيد اكيد او مراحل الرسم اكيد انا دهلين بث مرحلة ولا مطي بث مرحلة وفيتح، فلازم دايما انه ما مرحلة لازم تخمل بيدي لبثرح ما تدخل بيدي لبثرح تضمطيت هذا مستوى. فرانس دائما اخني كذا كلن وبعياشة بخبلت كلح مفاجآتي مثلا كنت فترة كثير ليلا خمندي يعني خضرف غذا أزمة وما شاء الله كيف تعامل أمد أزمات ديخ أوضخ تعامل أمد أزمات أي تقدر تبالغ بأنه إثمندي تبيشت موثقح برسم ديوخ دائما تقبل هذا أحداثكم موثقني مخمها مثلا دثي والي داعش خاصة والي آخر موصل بليلة بلبلة يعني كبيرة قوناش بتغذلوا حزيتية ونمصفح أنه ناشا والهذا متشوش لك هذا ما أود يعني بليلة بلبلة دخل مالي إنه أيكم رسمنا الذكرى داعش وده هم من دبل إلى مظاهرات بغداد كم رسمنا أخذ لوحة ناشطين أعلام علم عراقي وطليب مظاهرات يعني حقوق دياي فدائما دك بعد هذا خم ديانكم حولنا إنه دموثقنا أكيد دمرغ بس مجانوخ يعني أن نقيث لا أو ضروري لا أو مهمة كبيرة تد أودت اهتمام أو يصيبوثة بآدخ مندي لأن كل توثيق إلى تأحداث أو تأزمات أو تظروف دكفيتغ قوي تكورونا لا تمتخم لأودت خمندي مثلا خمندي همنها وبرسم كوميديا مثلا وانتخم له برسم كاريكاتير نتكورونا بس إشلين تخمل بقى حدولة بس هذا خاصة جزء منه إيه لين تخمل بقى حدولة إن شاء الله إنه درس منه لازم رسم خمدي تأث مندي دثيل أكيد يعني إبن أمرخ فترة حجر منزلي إن رسمت عائلة دي إخوة جميعا لأن كلن كذخ يعني ثوال فترة بريوال خاتشتت يعني كتخة يعني إبن أمرخ انترنت كم قانولا من بيثوثا من عوائل ديا تكنولوجيا شولر حقلا خامن خنا صح بريل تباعد اجتماعي فترة كورونا انها وخاء متخنا نشواثة شواو بس كبيثوثة كعائلة لا خازخ قرولا الخاخنا بش كبيرة يعني بان امرخ فترة تعارف بين بابا وإما وإيال بلا عدلتنا بلين ما بأمر التنيثة خريفة تنيت خريطة بملن شكرا قناة عشتار وشكرا ست إيفا ومصور ديان شكرا قناة عشتار لأن دائما كويا سباقة بكل أحداث والتو يوم قناة عشتار يعني كبير مواهب لكنا بقوة تناش شكرا أخو لأن فضل ديوخ ورابل واختي واللي بأخذ مبقوت مواهب تناش كبير أكيد دمرخ بس مجيان وخم آيد دكمية وتن من عدانا ديوخ كيدخ بلختك مع عينة بابوخ وتخ محل بس مد آذي كل حكمية وتن عدانا وتولخ أمن ومحكيلوخ لثمة وهوثة ديوخ وأخني بصيخي وخ ديوت خعليمة بآذي عمرة ومتفوق بدراسة ومد آذي بموهوثة ديوخ وتبطورح وتخ شوتة بياثة بقو معارض بخيل دالها بخازخلوخ بدرغ علوية بش كبيره شكرا جينوخ بس انت شكرا نوخ الحضور ديوخ اللي دلوح موهوث حبر شامه واللي دلب بقو قلامح بقراوه وكمقرو طالا خايد زوره ورابا وساوه مطل مانوثه اقرته تشلامه هر هذا خزيان الحبي وما تخل ختامد هذه حلقة من خرزوخ وشاوعايا قون من أثري بمرنا وخنب خزيان وخشاوعا خنا أمد قون خاتم بشوف شلام